دايلي ستار البريطانية الشهيرة عن تفاصيل العرض الأخير المقدم من نادي وستهام الإنجليزي إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي لضم الجزائري سفير تايدر في صفقة استعارة مع بند يتيح للنادي الإنجليزي ضم الدولي الجزائري بصفة نهائية عقب نهاية الموسم الجديد. ولم يتبقى سوى بعض التفاصيل المتعلقة بالمستحقات المالية التي سينالها اللاعب، إضافة إلى ضبط قيمة صفقة التحويل عقب نهاية الإعارة حتى تتم الصفقة نهائياً.